طب يا شباب، عايزين نستنتج المسقط الثالث. صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، تروح رايح عامل ايه؟ راسم خط بزاوية 45 هنا كده. اتنين، تروح رايح عامل لي اكس ال كده، يعني واخد خطوط افقية كده، هنا وهنا 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 والداش كمان، تمام. وتروح رايح وعامل نفس الكلام بس في الرأس عند 45 ده. وبعد كده تروح رايح ماسح الخطوط اللي ملهاش اي ثلاثة لازمة، تمام. خلاص خدنا مصلحتنا منها، تقعد معانا ليه؟ نسيبها تمشي، تمام كده، تمام كده، خلاص مش عايزين اي حاجة من الحاجات دي كده. تروح رايح هنا بقى يا باشمهندس يا متعلم بتاع مدارس، تركز في الخط ده. مستوى فين بقى موجود هنا؟ اللي هما الاتنين دول، يبقى هنا دول مستويين فقط على نفس طول الخط ده. طول الخط ده فين؟ اللي هو الخط، آسف، اللي هو الخط ده هو المستويين دول، تمام. يعني اليمين والشمال ده أيمن، هما الاتنين دول. طب ومين اللي في النص ده؟ اللي هو الخط ده، يعني ده واقف لغاية فوق، أيوه، يعني الخط ده اتقطع، بالظبط كده. طيب ده خط مايل؟ اه. طالما ده خط مايل يبقى المستوى ده هيبان معايا في البلان، أو هيبان معايا كمان في السايد فيو. طيب السايد فيو هنا هيبقى الشكل ان نفس شكل البلان، يعني نفس شكل البلان هو نفس شكل السايد فيو بالظبط. عشان كده لازم اروح رايح هنا واعمل ايه؟ اروح رايح عامل المستويات دي كده بالظبط كده. يعني ادي حرف الان ده هو نفس حرف الان اللي هنا، ليه؟ لان على مستوى مائل، يبقى مستوى مائل بيشوف الاتجاهين. بشكركم جدا جدا جدا، جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.